هذا السائل يسأل ويقول: معالي الشيخ، ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع ما قد يصدر من ولاة الأمر من أخطاء حفظكم الله؟ كلنا خطأ، خير الخطائين التواب، ليس هذا خاصا بولاتنا، يحصل منه ما خطأ، نعم، ولكن الواجب النصيحة لهم سرا بينهم وبين الناس، توصل إليهم النصيحة سرا، إما بالمشافهة وإما بالمراسلة وإما بالوصية لمن يتصل بهم فيبلغون النصيحة، وهذا من حقهم عليهم، هذا من حقهم علينا أن نوصل إليهم النصيحة بأي طريق. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة مطلوبة وتكون بالأسلوب الطيب الذي يبعث على الرغبة في النصيحة، لا تكون بالأسلوب القاسي أو الأسلوب المنفذ. قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم.